في خبر ثاني اليوم يتعلق بالنيابة العامة، وجه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالحيثيات المتعلقة بحادثة الحريق الذي نشب في مبنى النيابة العامة ظهر اليوم. من جانبه أكدت النيابة العامة أنه لم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية، وذكر مصدر في النيابة العامة أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث أن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي. قبل ما نروح لخبرنا الثالث، في نقطتين بس بنتوقف عندها بشكل سريع على خبر حريق النيابة العامة. النقطة الأولى أنه شكر كبير للنيابة العامة على سرعة توضيحها، على شفافيتها، على قربها من الإعلام والمجتمع والناس. بمجرد حدوث الحريق صرحت النيابة، وضحت التفاصيل، وكل ما جد جديد في الموضوع كانت التصريحات تتوالى أولا بأول. النقطة الثانية وهي المبهجة حقيقة واللي حق لنا أنه نفاخر فيها، في جزئية في الخبر تقول أن النيابة لم تفقد أي وثيقة أو معاملة نتيجة الأرشفة الإلكترونية اللي موجودة والنظام الإلكتروني اللي يحفظ نسخ تلقائية. هذه هي التقنية اللي نستخدمها اليوم، هذه هي المرحلة اللي تعيشها المملكة العربية السعودية، وهذا واحد من النماذج المهمة جدا تتجسد أمامنا. بقي أن نقول شكرا للدفاع المدني ولكل رجاله الذين ساهموا في إخماد هذا الحريق بشكل سريع جدا، رغم كبر الحريق اللي شفناه إلا أنه تم القضاء عليه بشكل سريع وبدون وجود أي خسائر.